مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في أخبار الثالثة، تأتيكم من مركز الأخبار في قناة أبو ظبي، والبداية بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود بن تركي آل سعود. وحجاج بيت الله الحرام يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة كورنوليوس ألفن سميث الحاكم العام لكومنولث جزر الباهاما بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة كورنوليوس ألفن سميث الحاكم العام لكومنولث جزر الباهاما. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي فيليب إدوارد ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر الباهاما. الله أكبر ولله الحمد. أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أكد أن جميع حجاج دولة الإمارات بخير ويواصلون أداء مناسكهم. وكان الحجاج قد نفروا إلى مزدلفة مساء أمس بعد وقوفهم على صعيد جبل عرفة. استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم على صعيد ميناء أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج. ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا أمس جمرة العقبة الكبرى تأسيا واتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس البعثة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة في السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم، أعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. ونقلت وكالة أنباء السعودية واس اليوم عن آل الشيخ قوله إن الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة قدمت أكثر من 12 ألف عمل دعوي ما بين محاضرات وندوات في المساجد، كما بثت أكثر من 6,700,000 رسالة نصية توعوية وبلغات عالمية. هذا وقال هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج في السعودية إن عدد الحجاج هذا العام تجاوز 900,000 وأن المملكة تسعى لزيادة عددهم في الأعوام المقبلة وفقا للوضع الصحي في العالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. وكالة الطاقة الذرية تؤكد بدء إيران تخصيب اليورانيوم في فوردو بأجهزة حديثة.
الذي يجعل القلب ينبض؟ أوامر تسرف الأعصاب كما يراها العلم، لكن منظور الحياة مختلف، فكل نبضة قلب هي ذكرى عزيزة تمتلكنا فيها أحاسيس نعجز عن وصفها، غمرتنا بالسعادة وشعور بالعرفان لأياد أمينة أحيت فينا الأمل. منحتنا فرصة ثانية لنفتح أعيننا على بداية جديدة، وهذا ما يجعل القلب ينبض. عمر جديد، الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. أهلا بكم من جديد، وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود بن تركي آل سعود. وحجاج بيت الله الحرام يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق. مرحبا بكم مجددا. في مستجدات الأزمة الأوكرانية، قال حاكم منطقة دونيتسك بأوكرانيا أن ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا حتفهم، وأن هناك مخاوف أن يكون أكثر من 30 شخصا محاصرين بعد أن أصابت صواريخ أوراجان الروسية مبنى سكنيا من 5 طوابق في المنطقة أدى إلى انهياره. ويأتي ذلك في ظل هجوم روسي واسع في عدة جبهات أوكرانية. التقدم الروسي مستمر في مختلف الجبهات الأوكرانية وسط محاولات لصد هذا الهجوم، لكن دون جدوى. مسؤولون أوكرانيون كشفوا أن المقاومة خاضت معركة طاحنة لعرقلة تقدم الجيش الروسي في عدة جبهات في ظل هجوم صاروخي على خاركيف، بحسب الحاكم المحلي. وفي لوغدانسك أكد حاكم المنطقة سيرهي جايداي أن الروس يطلقون النار على طول خط المواجهة بأكمله، مشيرا إلى أن هجوما مضادا للقوات الأوكرانية أصاب مخازن أسلحة وذخيرة روسية. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت قاعدتين لمرتزقة أجانب ينتشرون قرب خاركيف، مؤكدة بأن طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 25 أسقطتا في منطقة ميكولايف الجنوبية مع تدمير 5 مستودعات للذخيرة. هذا التقدم الميداني الروسي قابله تطورات دبلوماسية بعدما أقال الرئيس فلاديمير زيلنسكي عددا من سفراء بلاده في ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر، كما حث زيلنسكي دبلوماسيه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية الأوكرانية لإبطاء تقدم القوات الروسية. يأتي ذلك بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بإرسال أسلحة جديدة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل 4 أنظمة صاروخية إضافية من طراز إيمارس. هذا ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين المجتمع الدولي إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بحسب وصفه، قائلا إنه ناقش مخاوف واشنطن مع نظيره الصيني وانغ يي بشأن وقوف بكين في صف موسكو، متهما الصين بعدم التصرف بحيادية حتى الآن. وفي مستجدات الملف النووي الإيراني، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة في منشأة فوردو النووية، ويمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب. وعبر دبلوماسيون غربيون عن قلقهم من استخدام هذا الطراز من أجهزة الطرد المركزي، والذي يعني استخدامه أن بإمكان إيران أن تتحول بسرعة وسهولة إلى مستويات تخصيب أعلى نقاءً.
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بضرورة الإبلاغ عن هذا التحول والذي من شأنه أن يؤدي لمزيد من التخصيب. قال عضو في لجنة حزب المحافظين البريطاني المشرفة على سباق خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون أن الحزب سيتخذ إجراء تخفيض عدد المتنافسين على المنصب بحلول 20 يوليو المقبل، وستحدد اللجنة الأسبوع المقبل قواعد المنافسة الزمني وجدوله بعد اضطرار جونسون تحت ضغط الحزب إلى التنحي، ويضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون. بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم مباحثات في تايلاند ضمن جهود أمريكية لتعزيز العلاقات في منطقة جنوب شرق آسيا، كما وقعت الولايات المتحدة وتايلاند اتفاقيات لتعميق العلاقات القوية بين البلدين، حيث تكثف واشنطن جهودها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في آسيا. وتأتي زيارة بلينكن لتايلاند بعد أيام من لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي كان قد قام بجولة أكثر كثافة لمنطقة جنوب شرق آسيا. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ حثها على معاملة الصين كشريك وتجميع طاقة إيجابية لتحسين العلاقات بين البلدين. وأبدى وانغ أمله في أن تتمكن أستراليا من اغتنام الفرصة واتخاذ إجراءات ملموسة والتوصل إلى فهم صحيح للصين. وقال وانغ على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20 في بالي، قال إن السبب الأساسي للصعوبات في العلاقات الصينية الأسترالية يكمن في إصرار الحكومات الأسترالية على معاملة الصين كخصم لهم بل وكتهديد. بدأ الناخبون اليابانيون اليوم التصويت من أجل تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ وسط توقعات بحصول الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على دعم قوي بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. وندد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا بالهجوم الذي استهدف آبي مشددا على أهمية الدفاع عن الانتخابات التي تشكل أساس الديمقراطية. وكانت الحملات الانتخابية قد استؤنفت أمس وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تعليقها مدة وجيزة على إثر مقتل آبي. قال المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي للشرطة إنه حاول صنع قنبلة بحسب ما قالت مصادر في التحقيق اليوم. وأوضح منفذ حادثة الاغتيال للمحققين أنه صنع عدة مسدسات مشابهة لذلك الذي استخدمه في الحادث، وفتشت الشرطة اليابانية منزل الجاني وصادرت عددا من الأسلحة المشابهة لسلاح الجريمة. أعلن رئيس برلمان سريلانكا قرار رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا التنحي عن منصبه، وجاء الإعلان بعدما طالب محتجون راجاباكسا بالاستقالة، حيث اقتحم مواطنون غاضبون مقر إقامة الرئيس ومكتبه فضلا عن إضرام النار في مقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء. وعلى إثر ذلك عاد الهدوء إلى شوارع كولومبو العاصمة التجارية لسريلانكا اليوم، وأبدى المحتجون سعادتهم بقرار استقالة الرئيس. نزل مئات المتظاهرين المؤيدين لحمل السلاح إلى شوارع العاصمة البرازيلية داعين لتمديد القوانين ذات الصلة والتي وسعها الرئيس اليميني جاير بولسونارو. ونظمت التظاهرة مجموعة تصف نفسها بأنها أكبر المجموعات المدافعة عن حمل السلاح في أمريكا اللاتينية، وتزامنت التظاهرة مع اليوم العالمي لتدمير السلاح. دعا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى الوحدة أمس في الوقت الذي نظم فيه محتجون مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة في العاصمة منتقدين حكومته بسبب التضخم المرتفع والدين العام الضخم الذي يتجاوز معدله 60% وضغوط ضخمة على عملة البيزو الأرجنتينية. وقال فرنانديز أن البلاد بحاجة إلى مسؤولية اقتصادية لأن تتني احتياطيات العملات الأجنبية وزيادة التضخم العالمي يلحق ضررا خطيرا بالاقتصاد المحلي. أكد الرئيس العراقي برهم صالح لنظيره الفلسطيني محمود عباس موقف العراق الثابت شعبا وحكومة تجاه القضية الفلسطينية،
وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية أن برهم صالح تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم خلاله التهاني والتبريكات إلى الرئيس صالح بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكد صالح وفقا للبيان موقف العراق الثابت شعبا وحكومة تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة. نبقى في الشأن العراقي، حيث دعا عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي اليوم إلى الإسراع بتشكيل حكومة خدمية متوازنة في العراق. وشدد الحكيم على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة خدمية بما ينسجم مع حجم التحديات الكبيرة التي تحيط بالعراق. يأتي ذلك في ظل دعوات من أطراف سياسية عراقية إلى البدء في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بعد عيد الأضحى المبارك. وهذه طائفة أخرى من الأخبار العالمية المنوعة نوجزها في هذا التقرير. اجتمع عشرات الآلاف من المصلين المسلمين في مسجد كاتدرائية موسكو للاحتفال بعيد الأضحى، وتظهر لقطات الحشد وهم يؤدون صلاة العيد، كما تجمع كثير من المصلين في الشارع لصغر المساحة داخل المسجد. وفي بريطانيا اجتمع عشرات الآلاف من المصلين في حديقة برمنغهام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وقد خفض عدد المصلين عمدا نظرا للإجراءات الاحترازية لكوفيد-19، ولكن في العام المقبل قد يعود العدد المعتاد وهو 100,000 مصل. كتب رجل كشميري يبلغ من العمر 27 عاما القرآن الكريم على لفيفة طولها 500 متر، وبحسب الكاتب يبلغ طول المصحف المكتوب بخط اليد 450 صفحة، وقد استغرق الأمر منه 7 أشهر لكتابة النص المقدس. وسجل الإنجاز من قبل لينكلينج بوك أوف ريكوردز، وهي منظمة تحدد المواهب على المنصات الدولية وتروج لها. عرض علماء الحفريات اكتشافا تاريخيا في منطقة برادا أترافيستا دي لاس كامبيناس في الأرجنتين لهيكل عظمي يعد الأكثر اكتمالا في أمريكا الجنوبية، ويبلغ طول الديناصور 11 مترا ويزن 4 أطنان، وكان يسكن الأرض منذ حوالي 96 مليون سنة. عرضت شركة مركبات كهربائية صينية أول إنتاج من روبوكار في بكين، وتقدم السيارة تجربة جديدة للسائقين من حيث التكنولوجيا، حيث إنها إحدى السيارات القليلة التي تستخدم تقنية القيادة بالكاميرا المرئية وتقنية القيادة التلقائية للرادار. ووفقا للشركة يمثل النموذج الأولي للسيارة 90% من المنتج النهائي، وسيدخل الإنتاج الضخم في عام 2023. عام وأنتم بخير. مرة أخرى وصلنا لختام نشرة الثالثة، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.